السلام عليكم، مرحبا بكم بقناة مطبخ قمر. اليوم جبت لكم المقروط بالتمر لي ديب الكوشة. نبداو بالمقادير. هنا نحتاج 250 غرام تاع سميد متوسط، ما يكونش سميد خشين، سميد متوسط. 250 غرام سميد رطب. عندي هنايا 150 غرام تاع زبدة ذايبة وبردة، وزدت لهم زوج مغارف كبار تاع الزيت. عندي هنا 20 غرام سكر، حوالي مغرفة كبيرة. عندي هنايا 36 غرام تاع حليب بودرة، حوالي زوج مغارف كبار. عندي هنا 20 غرام تاع الفرينة، حوالي مغرفة كبيرة. وعندي هنايا مغرفة صغيرة تاع لافاني ومعها قرصة ملح. وهنا نحتاجو نص ماء زهر ونص ماء. يلي رانا في زمان الشتاء درت الماء دافي، كي تكونوا في الصيف ما عندكم حاجة. نبداو في التحضير. بسم الله. هنا كي ندير العجينة تاعي نخليها تريح، نفهمكم على التمر تاعي. هنايا نحتاج، قلت لكم هنا سميد لازم يكون متوسط هكذا. دير خضرة، دير معاها هكذا فرينة، حليب بودرة مع هذاك السكر، هذيك قرصة ملح ولافاني. أنا درت كمية صغيرة كيما راكم تشوفو، 250 غرام، وانتوما اللي يحب الضعف تنجمو تضعفو الكمية. نخلطها بالخليط هكذا نبدا نرمي تدريجيا الماء الزهر والماء الدافي. وهنايا اذا كانت عندكم لا كونتيتي بزاف، نتوما شمخوا غير بشويه. انايا اللي عندي لا كونتيتي شويه نشمخها على خطره. نتوما الا درتو كميه كبيره بداو شمخوا بشويه، على خاطر السميد راه يشرب. شمخوا غير الكميه اللي تخدموا بها. هنا حتى تحصلت على هاد هكذا، لا نخليها تريح لا ولا شتها نشفت نزيد لها. هنايا لازم تحصلوا على هكذا، قلت لكم هكذا نموها ما تعجنوهاش. ونضر فهمكم على التمر كيش درتوها، نغطيه ونخليها تريح. نفهمكم على التمر. التمر شدي القدره والكسكس وسيتو الفرن، وسيتو الفرن مليح، لا الفار لي ونطلق لي. شديت عجنتو، وكي عجنتو دخلت له مغرفه كبيره تاع مزهر، وهكذا مغصو تاع لا مارغرين ولا الزبده شي لي عندكم. وسيت عليه قرصه تاع القرفه، هكذا مغرفه صغيره تاع لافاني، وسيت له مغرفه كبيره تاع الجنجلان اللي كنت حمصتو حتى تحصلت على هاد. ها كما راكم تشوفوا راه التمر تاعي راه طري. هنا بعد ما ريحت لي العجينه تاعي خليتها 30 دقيقه ريحت لي. نتوما الا كنتو وسيتوها في الليل ما توسيولهاش الماء، بسوها بدهن والماء ما توسيوهاش حتى الغد منها كي تروحو تبريباريو باش توسيو الماء. ولا كنتو معاولين تواسيوها في نفس اليوم، تخليوها 30 دقيقه او ساعه او ساعتين، تنجمو تواسيو لها الماء وخليوها تريح باش هذاك اليدان يشرب مليح في السميد. هذه من بين ملاحظات هكذا. نتمنى ان شاء الله تنجحوا في هذا المقروض ساهل. انا راح نشف لي شويه. نبسطو كيما راكم تشوفو. هنا عندي المول تاع المقروط، وانتوما ولا ما عندكمش مول ماشي مشكل، حكمو موس وقطعو هكذا.
هنا بعد ما كملت الحبات التوعي ومازال لي واحد كميه صغيره في سنيب واحد اخرى، راكم تشوفوا دوك واش نواسي نغطيه ونخليه ساعه يريح هكذا، ماشي تمتم دخلوا للفوق، لا لا، بعد ما يريح ساعه نكون شعلت الفوق على 170 درجه وندخلهم يطيبوا حتى نشوفهم حمار. انا هذا ونخليهم يريحوا ساعه، من بعد ما تفوت ساعه نكون شعلت الفوق نخليه يسخن مليح 170 درجه وندخلهم يطيبوا. الطابلي المقروط كنت خليته ساعه قلت لكم، وكنت شعلت الفوق على 170 درجه، بعد ما ريح ساعه دخلته يطيب ودا هذا اللون. كنت من قبل طيبت شربات، وشربات خفيفه ديروا فيها كاس سكر كاس ونص ماء، طرونش تاع القارص خليوها يغلي واحد 12 دقيقه، وهنا العسل اللي كنت سبقت درته فيديو، وتصيبوا الفيديو تاعو تحت صندوق الوصف. هنا ندير نواسي المقروط تاعي، هو هكذاك سخون لازم تواسيو هاد المرحله، ها نواسي هكذا، نواسيه في السيرو باش في قلبو يشرب مليح، لخاطر لو كان نواسيوها ديريكتومون في العسل راه الداخل يقعد ناشف. جيت تمتم نحيوه نخليوه ساعه في العسل، ولا هي ولا تكون عندكم لا كونتيتي كبيره واسيو حاجه هكذا غامقه بيدون ولا باش يتغطس مليح ويتعسلكم مليح. انا نعمي حبيبات هكذا، هنا المقروط تاعي نخليه ساعة، بعد ما بعد ما يفوت له ساعة ولا ساعتين، لا قلت لكم معليش قد ما تخليوه في العسل قد ما يشرب العسل، بعد ما يفوت ساعة ولا ساعتين نتوما وشي ما تحبوا، بصح خليوه يريح مليح في العسل، شدوه قطروه ومن بعد سربيوه في صحن التقديم. بعد ما المقروط تاعي يشرب مليح العسل قلت لكم نتوما عطيوه وقت يشرب، نتوما ولا واسيتوه العشية خليوه حتى قد منك خليوه في العسل تاعو ما عنده حاجة، ولا كنتو مزروبين والساعة ساعتين يشرب العسل، انا خليته ساعه وشرب لي باش في قلبه يجيبني. هنحل لكم وحده قدامكم باش تشوفوها، يجي مبسس ويجي مشرب مليح العسل، شوف يجي طري راه ريحته، شوف كيش يجي في قلبه، لازم يجيكم هكذا مشرب ومعسل مليح لداخل. نتمنى ان شاء الله تكونوا ديتو كنصائح هذه تاع المقروط، ونشكر كل واحد يراسلني ويكتب لي لي كومونتير شابين. خليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله مع الملتقى، شاركوا في قناتي اللي يوصلكم جديد، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.